يبحث فهلا في جامعتكم فأنتم زملاء وإخوة. أتعجب أن عدد الطلبة اللي كان يعرفوا في المدرسة انسحبوا. الطلبة اللي معايا في الحصة هذه لا تغادروا وحضوركم إجباري، وسوف أبرر ورقة الحضور خلال الحصة. يعني أول واحد راح يبدأ في المدخلة الأولى وآخر واحد راح يبدأ في المدخلة الأخيرة وأنا منسى وست مرات. لا تغادر. بالنسبة للمتدخلين أدعو إلى المنصة الدكتورة نهى شيروف من جامعة سفيتا والدكتور عبد الرحيم أو الدكتورة الدكتور عبد الرحيم صباح من جامعة العليا. موجود ولا مش موجود الدكتور؟ غير موجود. الدكتور عبد الرحمن القاضي والدكتور أحمد الخنيس أدعو الثنائي إلى المنصة. ثم الدكتور مراد ميهور. دكتور ميهور أنت مدعو إلى المنصة في نصر الدكتور. دكتورة موسى نسوي. دكتورة نسوي. دكتور بولفلا. معليش في انتظار التحاق الاساتذه المتدخلين. احد الاساتذه يدعوني الى التاريخ. في الحقيقه الوقت يساعدنا. اني كنت سالزم الاساتذه في الدين المتحده في عصر الدقائق و 12 دقيقه في حد الاقصى وانا امارس السلطه المنقوصه الى السجن. يعني فرصه بين الواحد يتحكم في الملاكمه. معليش انني اتحدث يعني هذا المجال العلمي للنقاش واقراء المواضيع المطروحه. طبعا من هذه المواضيع هي مواضيع الساعه وطبعا اشكاليات دقيقه يجب الاهتمام بها ومناقشتها مثل هذه المجالس العلمية. يعني هذه مجالس علمية بحتة من المفروض يعني أن تكون نتائج هذه الجلسات العلمية تخرج طبعا بنتائج قيمة نقدمها بالاقتراحات إلى جهات وصية. ونتمنى أن يعني هذه الاقتراحات وهذه التوصيات تراعى لأن أنتم عارفين أن دائما كي ندرسوا في المحاضرات وندرسوا في المصادر ونقولوا حينها الفقه مصدر من المصادر ونقولوا يعني هو ليس المشرع ليس مجبرا بموافقه راي الفقيه ولكن ياخذها على سبيل الاستئناف لانه هذا المجال الذي يناقش فيه هذه الافكار ويعني تعالج فيه مثل هذه الاشكاليات لانه ربما المشرع هو ربما ما عندوش ربما يناقش فقط بعض الاشكاليات التي تطرح. احنا هذه الجلسات وهذه المناسبات العلميه يعني فرصه فعلا والتدقيق في مثل هذه المواضيع وان شاء الله نخرج دائما باقتراحات ايجابيه نقدمها للجهات المصريه ولا يعني معليش نترجاها انها على الاقل تقراها وتراعيها قد تجد فيها حلولا في بعض الاشكالات. اعيد دعوه الدكتور بولفلا من المنصه في الداخل. معليش هذا الرحب الكبير بين الزملاء والأبناء
الإخوة. أشكر القائمين على هذا الملتقى، أشكر أيضا من طرح هذا الموضوع المهم الحساس الذي أخذ مجاله الوطني والعالمي، وأثاره هي تسير يعني بخطى ثابتة إن شاء الله. هذا الملتقى الذي يعني ترك لنا المجال لمناقشة بعض الحيثيات واجبة النقاش. موضوع مداخلتي كما تقدم أستاذي الكريم الآليات القانونية في إبرام العقد الإلكتروني في ضوء التشريع الجزائري بين النص والممارسة. يعني يعتبر التوجه نحو اعتماد تكنولوجيا المعلومات الهدف الأصيل الذي سطره مشروع قانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية والذي تم تقديمه في أكتوبر 2017 وإقراره بعنوان قانون رقم 18/5 مؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والذي مفاده ذلك النشاط الذي يقوم به مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلعة وخدمات عن بعد للمستهلك عن طريق الاتصال الإلكتروني. ومن هذا المنطلق فنحن سنركز الدراسة على العقد الإلكتروني المشمول بثلاث عناصر أساسية: تكوين العقد الإلكتروني، تنفيذ العقد الإلكتروني، وإثبات العقد الإلكتروني، والتي تظهر هذه العناصر جليا حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة عليه. نطرح الإشكالية التالية: كيف يمكن قراءة وتحليل المنطق القانوني والواقع التنظيمي الوطني بعنوان التجارة الإلكترونية مضمونها العقد الإلكتروني؟ ارتأيت للإجابة والإجابة على هذه الإشكالية تناول ثلاث أجزاء أساسية، ألا وهي النظر في مفهوم العقد الإلكتروني خصائصه وأنواعه، الطبيعة تحديد الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني وآليات تكوينه، إثبات العقد الإلكتروني والآثار المترتبة عليه. فيما يتعلق بالجزئية الأولى، فمفهوم العقد الإلكتروني متكون من جزئين: العقد الذي هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو على تنفيذه أو نقله، ثم بعد ذلك الجزء الآخر هو الإلكترونية، وهي شحنات كهربائية دقيقة جداً تعتمد في وسائل الاتصال الإلكتروني والتي تعتبر هي الأداة التي يتم بها أو مباشرة التجارة أو العقد يعني العقد الإلكتروني. تؤسس على مجموعة من الخصائص وهي على وسيلة التعاقد، تؤسس على تقنية الاتصال أو ما يطلق عليه كوميونيكاسيون ا ديستونس، تؤسس على عقد بيع عن بعد، تؤسس لعملية ترويج وتبادل السلع والخدمات، جوهرها بيع سلعة أو تأدية خدمة، يوجد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند أو جدول أو وصل تسليم وأي وسيلة أخرى تتطابق مع شروط البيع المقررة بعنوان القانون 04/02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية لا سيما في نص المادة 2 الفقرة 4. إذا فإن المبادئ الأساسية لهذا العقد هو الشريعة العامة وهو القانون المدني، نظرية العقود والالتزامات. وحب اثنين، هذا القانون الذي هو بالإحالة 04/02 وكذا ما ورد في القانون الجديد الذي هو القانون 18/05. وبالتالي فإن العقد الإلكتروني هو اتفاق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله عبر الكمبيوتر أو الإنترنت. ثم بعد ذلك نجد أن العقد الإلكتروني نظمه المشرع بشروط معينة تم طرحها بعنوان مادة 1 و2 و3 و4 و5 وكذلك 6 من قانون التجارة الإلكترونية. أورد مجموعة من المشتملات مفادها حددت لنا طبيعة المعاملات التجارية، شروط الممارسات التجارية الإلكترونية، موانع وعوارض محل المعاملات التجارية، محفزات دعم الاستثمار للتجارة الإلكترونية، وكذلك متطلبات التجارة الإلكترونية والتي تؤسس على نوع النشاط، الشكل الذي يفرغ فيه التصرف، الطرف الأصيل في عملية التجارة الإلكترونية بين قوسين هو المستهلك الإلكتروني،
ايضا الطرف المورد او الذي يدعو لاقتناء السلع والخدمات هو المورد، ايضا آلية الدفع، الاعلام والاعلان، ايضا نجد مستلزمات التسجيل التجاري الالكتروني وكذا التعهد بالدفع. وبالتالي فان هذه الاعمال تتميز بمجموعه من الخصوصيات، يعني الاعمال التي تفرغ في العقد الالكتروني وتتمثل فيه هو عقد يتم بواسطه الاتصال عن بعد، هو عقد من العقود المساومه، هو عقد ليس من عقود الإذعان إذا كان يتعلق بسلعة غير محتركة من طرف مورد ما، أيضا هو عقد من العقود المختلطة. بالنسبة للأنواع، فصل المشرع الجزائري في تحديد الأنواع الموقعة له، وهو يعني بعنوان المادة الستة أين عرف العقد التجارة الإلكترونية، وقدمها على اساس انها النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح او ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طريق الاتصال. اذا هنا نستنبط من هذه الماده انه انواع العقد نوعين، يعني هما نوعين، عقد بيع الكتروني وعقد خدمات، يعني باش نعرفوا الاطار العام. الجزء الثاني، الطبيعه القانونيه للعقد الالكتروني واليات تكوينه. سوف نتحدث هنا عن خمس عناصر أساسية. أولاً الطبيعة القانونية، نرتكز فيها على صيغة العقد، هل هو عقد رضائي؟ وبالتالي هو عقد رضائي لأنه ناشئ عن إرادة منفردة. هل هو عقد إذعان؟ هنا ننطلق مباشرة لتناول العنصر الأصيل في هذه العلاقة ألا وهو المستهلك. إذاً هل له الحرية في اختيار السلعة والمورد؟ أم هو مجبر لاختيار السلعة والمورد؟ وسوف نرى في المناقشات بإذن الله بعد ذلك. لديه مجموعة من العروض هذا المستهلك، إذا هو يختار أينما يتجه وبناء عليه يتم تحديد هذه الطبيعة. النقطة الأولى التي الثانية التي تلي صيغة العقد في تحديد الطبيعة القانونية هي الشروط المرتبطة بتكوين عقد التجارة الإلكترونية. أيضا هنا ركزها المشرع الجزائري في واحد، تخص الأطراف المتعاقدة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين. هنا وش يستلزم أن يكون فيها، ماذا يستلزم أن يكون لديهم؟ واحد، التمتع بالجنسية الجزائرية، الإقامة الشرعية في الجزائر، والعقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. أيضا نجد أن كل الأشخاص المعنوية هي تخضع للقانون الخاص. الشرط الثاني هي شروط تتعلق بالمحل التجاري، بطبيعة الحال محل العقد يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون غير مخالف للأدب العامة، موافق للتنظيم والتشريع المعمول به، يعني لا يخالفه، وقد نصت المادة ثلاثة منه على مجموع الأعمال، يعني المحلات التي لا يجب أن تكون، يعني هي ممنوعة من مباشرة لأن تباشر عليها عملية تجارة أو عملية بيع أو شراء أو منها مثلا المواد الكحولية، منها المواد الصيدلانية، منها عمليات الرهان، منها عمليات أيضا لعب القمار إلى غير ذلك. أيضا نجد أن نقطة ثانية في هذا الجزء من حيث آليات يعني ضبط الطبيعة القانونية لهذا العقد، الإيجاب والقبول. نجد أن الإيجاب هو مبدأ يمكن أن يكون شفويا كما يمكن أن يكون كتابيا، والكتابة هي مقررة سواء للعقود الورقية أو العقود الإلكترونية. أيضا القبول، القبول ماذا؟ هو إيجاب على الإيجاب، يعني ماذا؟ يعني أننا نقبل بما تقدم به بإيجاب مطلق بإرادة حرة سليمة الأثر تؤسس لأهلية كاملة، سواء كانت بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والذين يجب أن تتوفر فيهم أهلية الأداء وأهلية الوجود، أو بالنسبة للأشخاص المعنوية التي في كلتا الحالتين يجب أن يستوفوا مجموعة من الشروط التي سوف نقدمها. أيضا نجد الجزء الآخر في تحديد الكيان اللي هو العقد، أنا أسميه الكيان الجوهري القانوني في بناء العلاقة. الوثيقة الإلكتروني، الأهلية القانونية للأطراف المتعاقدة كما كنا نتناولها، السجل التجاري وسجل الصناعات التقليدية والحرفية الإلكترونية. هذا
يعني أن النشط لابد أن يخبر بهذين الشرطين. حامل النشط يعني القائم بالنشط هو المورد، يجب أن يقوم بتسجيل التجاري، ويجب أن يقوم بالتسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرفية الإلكترونية، وهذا يمنحه ماذا؟ يمنحه بطاقة الانخراط، الانخراط في هذا المجال. هذه البطاقة يجب بالضرورة أن تنشر لكي يعني هي وسيلة إعلان عن وجود شخص تاجر يقوم بعقود تجارة إلكترونية، يعني يباشر عملية بيع وشراء وتحديث خدمات وهو إلى غير ذلك. الجزء الثالث ألا وهو إثبات عقد الإلكتروني والأثر المترتبة عنه. دائما نحن نصول ونجول في العقد البيع عن طريق أولا يكون عن طريق تحديد شروط مجال العقد، بمعنى أن العقد يجب أن يكون موجودا، محل العقد يجب أن يكون موجودا أو قابل للوجود، معينا أو قابل للتعيين، مشروعا غير مخالف للأداب ولتنظيم الأداب العام. عن طريق النظر في أيضا السبب في العقد، بمعنى في عقد البيع مثلا ما دمنا يعني خرجنا إلى أنه النموذج الأفضل في بناء يعني موازين العلاقة القائمة بين المورد والمستهلك في قناة هي قناة إلكترونية، إذا السبب هو الدافع هو الباعث لإجراء هذا العمل، يجب أن يكون مباشرا موضوعيا مجردا موجودا وملزم للجانبين. إضافة لذلك نجد أنه هناك أيضا عنصر آخر ألا وهو الكتابة الإلكترونية. الكتابة الإلكترونية يعني كل ما يتعلق بالبيانات الخاصة بهذا المورد وسلعته، من حيث النوعية، من حيث الإنجاز، من حيث النماذج الممكنة إلى غير ذلك. وبالتالي فنجد أن النقطة التي تليها هي التوقيع الإلكتروني. يعني كل هذه المراحل هي أساسية في بناء العقد وآليات في تحريك هذا النشاط من الناحية القانونية. إذا واش نجدو؟ نجدو أنه التوقيع الإلكتروني هو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية، يمثل ضمانا لعقد التجارة الإلكترونية، وهو أيضا هو حماية للطرف الضعيف ألا وهو المستهلك في حالة ماذا؟ في حالة الاستئثار بعملية من العمليات الواقعة بينهما في إطار عقد تجارة إلكتروني أو عقد إلكتروني. أيضا نشده عدة صور، هناك يعني التوقيع بالكتابة الرقمية، هناك التوقيع بالرقم السحري، هناك التوقيع البيومتري، هناك التوقيع الرقمي إلى غير ذلك. أما الآثار فتتمثل في إلزام البائع بتسليم ونقل يعني المحل اللي هو السلعة، وبالتالي فهو يعني هو يعكس ما قدمته لنا المادة 6 في تعريفها للتجارة الإلكترونية في الفقرة 1 والفقرة 4 في تعريفها للعقد الإلكتروني. خلاصة ما تم تقديمه فإننا نستنتج أن المشرع الجزائري بعنوان قانون التجارة الإلكترونية قد عرض لنا كل الأدوات القانونية ووجهنا بعنوان العقد الإلكتروني بهدف حماية المستهلك الإلكتروني، شفافية ونزاهة المعاملات التجارية الإلكترونية عن طريق الإعلان والإعلان، من حيث النوعية المواصفات، من حيث الكمية الأسعار، من حيث يعني كيفية عرض هذا المنتوج والوسيلة التي يجب أن تكون مرئية وتكون معلنة لدى مختلف يعني جمهور المستهلكين في سوق التجارة الإلكترونية، السوق الإلكترونية التجارية بين قوسين. وبهذا فإننا نتساءل كخاتمة، هل هذه النصوص كفيلة بدفع الاستثمار عبر القنوات الإلكترونية في مجال السلع والخدمات الإلكترونية؟ وشكرا. نشكر الدكتورة بلقاء على مداخلتها المحترمة، وأشكرها كذلك على احترامها الدقيق في المدة المتوقعة لنا. أنا كنت أمزح حتى أطلب وأحط لك في الصوت لتفديتي للملاحظة بجد. نحن ننحني لكم بورك فيكم وأنتم على رأسنا.
علما بمختلف العناصر التي تتدور حول هذا الموضوع. حسب ما يتعلق بكيف المشروع وكيف التكليف والاثبات، كلمه على خصائص العقد، كلمه على صيغه الشروط، كلمه على التوقيع، كلمه على الاقل، يعني مختلف الجزئيات التي تهم هذا الموضوع. وخرجت لنا ب يعني خلاصه قيمه في ضمن هذا الاعراض يعني التوجه الجديد للمشاركه في مجال التجاره الالكترونيه. نتمنى فقط انه تلقى صدى في القاع يعني من حيث المناقشه، لانه فيه كثير من العناصر تحتاج شويه من الافراغ. اكرر شكري للاستاذه واعيد الكلمه الى الدكتور عبد الرحمن الطلاسي لإلقاء مداخلة بعنوان مفهوم التجارة الإلكترونية تقديرها وبيان مدى أهميتها. نطلب من الأستاذ احترام المدة المروحة له في مداخلة الحسابات التي لا تتجاوز 15 دقيقة، فإن تفضل علينا بدقيقة أو دقيقتين لرجع الصف سنكون متشكرين. إليكم كلمة. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الكريم المصطفى وعلى آله وصحبه ومن آثاره اقتفى. سيدي رئيس اللجنة، زملائي الأساتذة، طلبتنا الأعزاء، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مداخلة هذه تدخل ضمن المحور المفاهيمي لهذا المنتقى والموسومة كما سبق وأن ذكر الأستاذ، مفهوم التجارة الإلكترونية تقديرها وبيان مدى أهميتها. كما هو معلوم يشهد المجال التجاري تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة، وهذا طبعا نظرا للتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فهذا ما أدى إلى بروز نوع جديد من التجارة وهو التجارة الإلكترونية، لأن هذا الأمر وهذا النوع من التجارة لم يحظى ولم يتم الاتفاق على تعريف محدد يخص هذا النوع من التجارة. فكذلك فرغم ان ما يكتسي هذا النوع من التجاره وهذا الموضوع من اهميه والخصائص والمزايا التي يتمتع بها، وهذا ما سنتطرق له ان شاء الله من خلال تحديد تعريف او محاوله تعريف شامل لهذا يعني لهذا النوع من التجاره، ومحاوله بيان موقف المشرع الجزائري من ذلك، وكذلك تطرق الى اهم الخصائص التي تميز هذا النوع من التجاره على التجاره التقليديه بصح التعبير، ثم تطرق الى ما هي اهم المزايا التي يعني يتمتع بها او الايجابيات التي يتمتع بها هذا النوع من التجاره، كذلك ما تعتريه من سلبيات، ثم مدى اهميه هذا النوع من التجاره. واتمنى ان اكون منضبطا من حيث الوقت واقتصد حتى وان كان الامر. نعم. واتمنى العفو من الرئيس في حال تجاوز ذلك مسبقا يعني. بالنسبه لتعريف التجاره الالكترونيه، فهذا الموضوع كما سلف وذكرنا لم يعني يستقر هذا المصطلح على تعريف محدد، حيث تعدد التعريف ومفصله لهذا بين الخبراء والباحثين وحتى بتعدد المنظمات الدوليه كمنظمه التجاره العالميه الاوامسي، منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه، المنظمه العالميه الملكيه الفكريه، ومؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه، وبالاضافه الى بعض التشريعات المقاربه. فمن خلال يعني هذه التعريفات وباختصار حاولنا ان نجمل يعني الايجاب تعريف جامع وشامل لهذا النوع من التجاره. فالتجاره الالكترونيه قلنا هي عباره عن نشاط تجاري يتم بوسائل الكترونيه وفق اساليب تكنولوجيه متطوره، يتضمن تنفيذ كل ما له علاقه بعمليه شراء وبيع السلع والبضائع والخدمات والمعلومات عن طريق بيانات ومعلومات تنساب عبر وسائل الكترونيه كشبكه الانترنت بواسطه جهاز يعني آلي يتقابل من خلاله البائع بالمشتري لقيام كل منهم بمعاملاته التجارية على الرغم من بعد المسافة واختلاف الحدود الجغرافية. لهذا حاولنا أن يكون هذا كتعريف جامع وشامل يعني يلخص كل هذه التعاريف. أما بالنسبة للمشرع الجزائري واستقراء النصوص، فنجد أن المشرع الجزائري اعتبر هذا النوع من التجارة لأنها عبارة عن نشاط يتضمن اقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات
عن بعد من قبل مورد إلكتروني لمستهلك إلكتروني وعن طريق وسائط إلكترونية. وما هذا التعريف يشمل عدة مصطلحات تقنية، فالمشرع واصل كذلك وعرف كل من المستهلك الإلكتروني والمورد الإلكتروني من خلال يعني القانون 18.5. فعرف المشرع المستهلك الإلكتروني أن كل مستهلك إلكتروني ومورد، فاعتبر المستهلك الإلكتروني كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني من مورد إلكتروني سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية بعوض أو بصفة مجانية. أما بالنسبة للمورد الإلكتروني فعرفه المشرع على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال الاتصالات الإلكترونية بتسويق أو اقتراح سلع أو خدمات. خلال هذا التعريف ما يؤخذ على هذا التعريف تعريف المشرع الجزائري هو أن المشرع لم يبين بصريح العبارة الطابع التجاري لهذا النشاط أو يقيد هذا النشاط بالطابع التجاري بالإشارة إلى المقابل المالي لتوفير أو اقتناء السلع والخدمات، حيث أشار إلى أن ذلك يمكن أن يكون بصفة مجانية. كما قصر موضوع هذا النشاط يعني المشرع الجزائري على السلع والخدمات دون مواضيع أخرى كالمعلومات وأداء عمل، وركز فقط على الأسلوب الذي يتم به تحقيق هذا النشاط. هذا فيما يخص يعني باختصار مفهوم هذا النوع من التجارة. أما هذا النوع من التجارة يشهد عدة أشكال، فيتنوع حسب عدة أشكال، فتختلف أشكال التجارة الإلكترونية إلى يعني تصنف إلى أربعة أصناف. التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال أو يعني منشأة تجارية ووحدة أعمال أخرى. التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال والمستهلكين وعملائها. التجارة الإلكترونية بين الحكومة والمستهلكين. والتجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال والعملاء أو الحكومات وبين البنوك. هذه بعض أصناف من التجارة. أما فيما يخص يعني الخصائص التي تميز طبعا بالنسبة للخصائص التي تميز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية، فحاولنا يعني التركيز على بعض الخصائص الهامة. فتتميز التجارة الإلكترونية يعني تميز أنشطة التجارة الإلكترونية بطابع عالمي، طابع عالمي حيث تتعدى الحدود التي ممكن تقيد هذه الممارسة في حال التجارة التقليدية. كذلك ما يميز هذه التجارة انعدام العلاقة المباشرة بين طرفين العملية التجارية، طبعا على اعتبار أنه عملية تتم بوسائط إلكترونية. كذلك ما يميز هذه التجارة إمكانية تنفيذ مضمون كل العملية التجارية بما فيها السلع غير المادية عبر الوسائط الإلكترونية، يعني يمكن تنفيذ مضمون العملية التجارية عبر الوسائط الإلكترونية، نعم، كتبادل يعني الأقراص والبرامج وإلى غير ذلك. كذلك تسمح التجارة الإلكترونية يعني بالاستجابة السريعة لطلبات السوق من خلال سرعة التفاعل مع العملاء، طبعا وهذا نتيجة يعني التواصل عبر وسائط إلكترونية. كذلك إمكانية تأثير مباشر على الحسابات بالشركة من خلال ما يسمى بالتبادل الإلكتروني للبيانات والوثائق. من بين ذلك الخصائص أخيرا هي إمكانية تسليم السلع والخدمات بطريقة تقليدية أو بطريقة إلكترونية مباشرة على الإنترنت كالموسيقى، يعني هذه بضائع تعتبر يعني كالموسيقى والأقراص المدمجة وأفلام الفيديو والأقراص التي تحتوي على برامج الكمبيوتر أو الدروس إلى غير ذلك. هذه مجمل بعض أهم الخصائص التي تميز هذا النوع من التجارة عن التجارة التقليدية. أما بالنسبة للمزايا فرغم ما قيل حول هذه التجارة وكما سبق في المداخلة الأولى حول يعني هناك من نظرة سوداوية إلى هذا النوع من التجارة لغير ذلك، فهناك بعض المزايا يعني تميز هذه أو تمتاز بها التجارة الإلكترونية. هناك مزايا بالنسبة للأفراد وهناك مزايا بالنسبة للاقتصاد وهناك مزايا بالنسبة للمؤسسات. فيما يخص المزايا المتعلقة أو مزايا التجارة الإلكترونية بالنسبة لي يعني الأفراد فحاول أسردها فقط حتى يعني أربح الوقت. توفير الخدمات بشكل مستمر والاختصار في الوقت والجهد، طبعا التجارة الإلكترونية تمكن من توفير الخدمات وبشكل مستمر يعني دون قطاع وقوة الاختصار وربح الوقت والجهد. كذلك تخفيض التكاليف، طبعا تخفيض التكاليف وتمكين الزبون من اقتناء منتجات بأقل ثمن، فهذا كذلك من مزايا تحققها التجارة الإلكترونية. طبعا تخفيض التكاليف مقارنة ب يترتب عن التجارة التقليدية. تمكن التجارة الإلكترونية الزبائن من تلقي المعلومات الضرورية خلال ثواني أو دقائق، طبعا أن هذا الأمر يتدفق عبر وسائل إلكترونية. تمكن
التجارة الإلكترونية للزبائن، عفوا تسمح التجارة الإلكترونية للزبائن بالاشتراك في المزادات الافتراضية. طبعا هذا يمكنهم من الحصول حتى على بعض السلع النادرة، يعني على المستوى العام ممكن الزبائن الحصول على أنواع نادرة من السلع، وكذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والآراء بخصوص العديد من المنتجات. تمنح التجارة الإلكترونية كذلك الزبون حرية الاختيار بين مختلف الأسعار والسلع والخدمات، طبعا ذلك أنه هذه معروضة على المستوى الدولي وبكل شفافية. تسمح التجارة كذلك الإلكترونية بتسليم السريع للعديد من المنتجات خاصة الرقمية منها يعني تتم في ساعات، يعني إلى بالإضافة إلى تمكين الزبون من إبداء رأيه في السلع وطرح مختلف الانشغالات. هذا بالنسبة لمزايا التجارة الإلكترونية بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للمؤسسات فمن مزايا يعني التجارة الإلكترونية سرعة إعداد المتاجر الإلكترونية مقارنة بالمتاجر التقليدية، يعني هذا سرعة في إعداد هذه المتاجر، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المتاجر الإلكترونية مقارنة بنظيرتها في التجارة التقليدية. كذلك من المزايا تطوير الأداء التجاري والخدمي، طبعا هذا بالنسبة للمؤسسات فتتمكن من تطوير أدائها التجاري. مساعدة المؤسسات على التقليل من مخاطر تراكم المخزون، يعني هذه التجارة الإلكترونية تساعد هذه المؤسسات على التقليل من مخاطر تراكم المخزون، ذلك من خلال مخزون تمكين مختلف الشركات من اختصار الوقت المطلوب لمعالجة المعلومات الخاصة بالطلبيات، يعني تعالج الطلبيات مختلفة الطلبات مختلف الزبائن في وقت قصير جدا، وبالتالي تقوم بتصريف هذا المخزون من خلال تلبية طلبات كل يعني المستهلكين أو كل زبون. توسيع نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالمي ويكون أكثر فعالية. كذلك من بين المزايا تمكن التجارة الإلكترونية المؤسسات والشركات من إنشاء تجارة متخصصة جدا، يعني يمكن من هذه التجارة الإلكترونية تمكن بعض المؤسسات من التخصص في مجال معين من السلع أو في التجارة بمجال معين من السلع. كما تعمل التجارة الإلكترونية على تسهيل العمليات وتخفيض الفترة الزمنية التي تفصل بين دفع الأموال والحصول على المنتجات، وتعمل كذلك على تحسين صورة الشركة وخدمة الزبائن على حد سواء. كذلك المزايا تمكين المؤسسات والشركات من التواصل الفعال مع الشركاء والعملاء ونقل المعلومات بدقة متناهية، تخفيض تكاليف الشركات طبعا هذا مقارنة بالتجارة يعني التقليدية. كذلك لا يتطلب هذا النوع من التجارة توظيف الكثير من يد العاملة، طالما أن معظم العمليات طبعا تتم بطريقة إلكترونية خاصة عبر جهاز الكمبيوتر. تمكن المؤسسات والشركات من تلبية خيارات العملاء والمستهلكين بشكل يسير، هذا نتيجة حتمية. كما توفر التجارة الإلكترونية للشركات والمؤسسات قواعد بيانات متكاملة تخص نشاط أو نشاط الأعمال سواء تعلق الأمر بالسلع وتطورها وأسعارها لحظة بلحظة. أما بالنسبة لمزايا التجارة الإلكترونية يعني بالنسبة للاقتصاد الوطني، فالتجارة الإلكترونية طبعا هي آلية لتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا يخفى علينا جميعا أن هذه المؤسسات هي الركيزة الأساسية للاقتصاد أو للنهوض بالتنمية الاقتصادية لكل الدول. كذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة بدعم حركة التوظيف، وما هذا يعني خاصية غريبة وكيف يعني تقضي على اليد العاملة في حين أن خاصية هذه، فالتجارة الإلكترونية كذلك تساهم في حل مشكلة البطالة بدعم حركة التوظيف. كيف؟ من خلال تشجيع إنشاء مؤسسات ومشاريع تجارية صغيرة، التجارية في مجال التجارة الإلكترونية صغيرة ومتوسطة للأفراد وربطها بالأسواق التجارية العالمية بأقل تكاليف استثمارية، هذا ما يشجع على إنشاء مثل هذه المؤسسات. كذلك المؤسسات التجارة الإلكترونية تمكن الحكومة من تحسين خدماتها، هذا كما لاحظتم بالنسبة للمزايا لتمتاز بها التجارة الإلكترونية، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض العيوب اللي تلحق بهذه او هذا النوع من التجاره، منها ان تبنى التجاره الالكترونيه وتبني التجاره الالكترونيه قد يطرح اشكاليه الادله الثبوتيه، وهذا يعني هذا امر عيب يعني كبير، يعني تطرح
إشكالية الأديمة الثبوتية لمختلف المعاملات التجارية. هذا إشكال كبير يطرحه هذا المجال، فبحيث يعني يقتضي هذا النوع من التجارة تبني نوع جديد من الأدلة الثبوتية، فتلك المعتمدة في العالم الواقعي لا تنطبق على عالم الإنترنت. إمكانية سرقة أو تزوير البطاقات الائتمانية، يعني هذا النوع من التجارة يعني ممكن يؤدي إلى تزوير وسرقة البطاقات الائتمانية، وهذا معروف في الوقت الحالي. قيام كذلك التعامل الورقي في التجارة الإلكترونية يهدد مصالح العملاء والشركات والبنوك على حد سواء، نظرا لإمكانية تصوير البيانات أو التلاعب بالفواتير والمستندات عند الطلب. كذلك ممكن يعني العيوب صعوبة التحقق من هوية المتعاملين في التجارة الإلكترونية بسبب عدم وجود علاقة مباشرة بين الطرفين، يعني هم يتلقوا عن طريق وسائل إلكترونية. نعم. كذلك من بين العيوب كذلك إمكانية استيراد سلع وبضائع ممنوعة في الأسواق المحلية. إحنا قلنا هذا النوع من التجارة يمكن من استلام بعض السلع يعني غير المادية كالأقراص والبرامج وإلى غير ذلك. ربما يعني هذا النوع يؤدي لاستيراد بعض السلع اللي هي ممنوعة وتتنافى حتى مع مبادئ وعقيدة المجتمع وإلى غير ذلك. فهذا نوع من التجارة يمكن من استيراد من هذه السلع. إمكانية اختراق كذلك مواقع التجارة الإلكترونية وإفشاء سرية المعلومات، هذا ما شائع يعني في وقتنا الحاضر، فهذا من كذلك من العيوب. كذلك من بين العيوب هذا النوع من التجارة إمكانية الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وعدم جدية التعاملات، ذلك من بين ما سجل على هذا النوع من التجارة. من بين العيوب كذلك عدم توفير بيئة آمنة لتبادل المعطيات والوقاية من التعرض للقرصنة والتجسس الصناعي، كذلك عدم توفير حماية كافية للمستهلك حيث أصبح عرضة للتلاعب يعني مصالحه ومحاولة تغشيه من خلال عدم حرص المنتجين على سلامته. هذا بالنسبة لي هذه العيوب. أما بالنسبة لي في الأخير أهمية التجارة الإلكترونية فتكمن فيما يلي: تساهم في خفض التكاليف وتوسيع الأسواق، طبعاً هذه مقارنة بالتجارة التقليدية، فالتجارة الإلكترونية تساهم في تخفيض التكاليف المترتبة عن العمليات التجارية، كما توفر المزيد من المعلومات حول الأسواق والأسعار، وتمنح المستهلك الحرية في اختيار ومقارنة الأسعار، يعني مما يؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات التجارية. كما تعتبر التجارة الإلكترونية بمثابة سوق عالمي عبر أجهزة الكمبيوتر، تعتبر بمثابة سوق مفتوح على العالم كله عن طريق أجهزة الكمبيوتر، تجمع البائعين والمستهلكين في المعارض ومراكز تجارية افتراضية إلى غير ذلك. كما تعمل التجارة الإلكترونية على تقليص مدة إنجاز الأعمال التجارية، طبعا هذا دائما مقارنة بالتجارة يعني التقليدية، ولا يعني وتتجاوز بصورة جزئية أحيانا وكلية أحيان أخرى الإجراءات والحواجز التي كانت تؤثر في المعاملة التجارية. عمل التجارة الإلكترونية على بداية تقليص دور الوسيط التجاري، تعمل على يعني بداية تقليص الوسيط التجاري، وعلى اعتبار أن هناك يعني المنتج يرتبط مباشرة في معظم الحالات بعلاقة مباشرة بالمستهلك، ويمكن إجراء نقاش مباشر ومبادلات إلى غير ذلك. فلا مجال لا مكان للوسيط التجاري في هذا الصنف من أو نوع من التجارة. والأخير قبل الأخير، ساهم التجارة الإلكترونية بدرجة كبيرة في الاستغناء عن التعامل بالمستندات الورقية التقليدية لتحل محلها الوسائط الإلكترونية. وآخر يعني عنصر في هذا من الأهمية هو تقديم خدمات كبيرة لأصحاب الأعمال ورؤوس أموال والمستثمرين، حيث تمكن كل هؤلاء من متابعة كل الصفقات التجارية في الوقت المحدد دون تأخير مهما كان مقر إقامتهم وما اختلفت أوقات عملهم أو عطلهم الأسبوعية. يعني هذه أهم كذلك يعني نقطة يمكن أن يعني تتصف بها هذا النوع من التجارة. هذا ما وفقني الله عليه، فإن أصبت من الله عز وجل وإن أخطأت في النسب الشطارة أكتفي بهذا القدر علي أكون منسجما مع الوقت المنح من الأستاذ وحتى لا ينسى علي السلطة. فشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.